يتكون الجهاز العصبي للإنسان من ثلاثة أجزاء، وهي أولاً الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي ويقوم بتنظيم أنشطة الجهاز العصبي والتحكم فيها. والدماغ عضو شديد التعقيد، يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية هي المخ والمخيخ وجذع الدماغ. ثاني أجزاء الجهاز العصبي هو الجهاز العصبي المحيطي الذي يعمل على نقل الإشارات والرسائل بين الجهاز العصبي المركزي وأعضاء الجسم المختلفة. يتكون من 12 زوجاً من الأعصاب، تبدأ من الدماغ وتسمى بالأعصاب القحفية، بالإضافة إلى 31 زوجاً من الأعصاب التي تبدأ من النخاع الشوكي وتسمى بالأعصاب النخاعية، وتعمل هذه الأعصاب كأسلاك الهاتف، حيث تقوم بنقل الرسائل من كل عضو مستقبل ومستفعل في الجسم وإليه. أما الجزء الثالث في الجهاز العصبي فهو الجهاز العصبي التلقائي الذي يعد جزءاً خاصاً من الجهاز العصبي المحيطي، حيث يعمل على تنظيم كل الوظائف التلقائية في الجسم مثل التنفس والهضم دون أي تدخل أو تحكم من الدماغ، مما يساعد على الاحتفاظ ببيئة داخلية مستقرة. وتعمل الخلايا العصبية والتي تتجمع في شكل حبال تسمى الأعصاب على نقل المعلومات سريعاً إلى كل مكان من الجسم، كما يساعد الجهاز العصبي في التخلص من الفضلات والسموم التي تضر بالجسم، وتلك المواد هي ثاني أكسيد الكربون والأملاح والفضلات الأخرى ومختلف السموم التي تدخل الجسم عن طريق الجهاز الهضمي. ويساعد الجهاز العصبي على حماية الجسم من الأمراض، وذلك عن طريق امتصاص الحرارة عن عملية توليد الطاقة بالخلايا، كما يتأثر الجهاز العصبي بالأمراض والإصابات التي تشكل في الغالب خطورة بالغة على صحة وحياة الإنسان، ويوصي الأطباء باتخاذ تدابير وقائية لتجنب الإصابة بهذه الأمراض التي تزداد خطورتها كلما تقدم عمر الإنسان، علاوة على أمراض تنتقل عن طريق الوراثة. وينصح الأطباء بالاهتمام بالصحة العامة والمتابعة لدى الطبيب عند الإصابة بالمرض والمحاولة الجادة في تطبيق تعليمات العلاج التي هي أساس الوقاية من نشوء اضطرابات في الجهاز العصبي.